يا رمز بتعمل ايه؟ يا دولة بظبط لك وش القفص الجديد قدام اهو يا عم، والمعيوب ورا. الأمانة سر النجاح يا دولة، وأهم حاجة في شغلتنا دي واجهة المحل، الوش، استفتحت فرشتك يعني. استفتاحت فرشتك؟ ايه يا ابني الفراعنة كانوا فاتحين فكهنجية في سوق العبور ولا ايه؟ انت بتقول فيها؟ ده على فكرة بقى الفراعنة دولت ما سابوش حاجة ما اشتغلوش فيها دولة. انت عارف لو كانوا عايشين لغاية دلوقتي كان زمانهم اشتغلوا في الموبايلات. ايوه صح، كانوا غرقوا بقى شارع عبد العزيز كروت محنطة. اه الشغل اللي انت بتقول عليه ده صعب. ياسمينة ياسمينة حبيبي جميلة كلبوزة جميلة جميلة. ايه ده انت مش فاكراني ولا ايه؟ ده انا حضرت اسبوعك. اسبوعها ايه؟ انت كنت لسه شايفها امبارح تقعد تفكرها باسبوعها؟ معلش غبي شويه يعني. ياسمين حبيبي انت ايه اللي جايبك النهارده؟ ياسمين يا سيدي هي اللي هتدير المحل، عندها اجازه 3 ايام. شكلكوا انتوا الجوز كده مش بتوع شغل خالص. لا لا امورينا يا ست الكل امورينا. اموري تشربي شاي ولا قهوه؟ مصاص. طب زياده ولا بقى الريحه يعني؟ الكريز ومتتاخرش بالسكه. حاضر عناية حاضر. طب الفلوس هحاسبك بعد ما تيجي. لا ادرجيه ادرجيه يعني. مش عايزين رأيك. ياسمين يا حبيبتي انا بس عايز اسالك سؤال فني، ليه قلتي له لما تيجي هديك الفلوس؟ عشان اضمن انه يجي بسرعه وبعدين ياخد فلوس. برافو عليكي، انا بعمل كده معاه بالظبط، طلع على باباكي بالظبط. برافو عليكي يا سيدي. الشوكولاته اللي انت طلبتيها؟ انا قلت مصاصه بالكريم. حاضر هرجعها. ادرجيه ادرجيه مالكش دعوه. برافو ياسمين، احسن ياسمين، برافو عليكي. هو كده روح رجعها وهات غيرها. المصاصه يا ست الكل هوا دي مش بالكريز، وبعدين حتة مصاصة مش عارف تجيبها، امال هتبيع وتشتري ازاي؟ بابا انا مش عايزاه في المحل. والله ولا انا عايزه في المحل، انا اساسا من يوم ما فتحت البازار ده مش طايق. مش من يوم ما فتحت البازار، من يوم ما عمي خلفه برا. ايه ده؟ لا يا دولة بقول لك ايه برا ايه ده؟ انا كده هبقى على الرصيف ومفيش يا داخله معايا على السكين ليه كده؟ داخله معاك على السكين عشان شايفاك بطيخه، اتصرف. طب معلش يا دولة، يعني ياسمين دي بنتك وانت زي ابوها برضو؟ زي ابوها؟ انا ابوها يا ابني، دي بنتي عادي. طب ماشي يعني حنن قلبها عليا والنبي. والله بص دي مواضيع ماليش دعوه بيها، هي المديره ومسؤوله عني انا وانت. انا وانت بقينا يعني زي بعض دلوقتي. مع عدوك اللي بنكارك يا دولة، انت عايز تاخد مكانتي. مكانتك ايه يا ابني؟ انت ليك مكانة. بص يا رمزي، عايز تشتغل في المكان ده لازم تستسمح. ماشي ياسمينة حبيبي ياسمينة. ياسمينة انا اسف ومش هغلط تاني، والحياة تجارب يعني. هجربك مرة واحدة بس، وإن غلطت هطردك برا يا ممكن. ايه بقى بالالعاب؟ بس الالعاب دي عايزه تسخين. لا انا اختار حاجه اسهل. تعمل ايه في شنطه بنتك يا عادل؟ بعمل الواجب الهوم وورك. انتوا لسه هتكملوا في اللعبه العبيطه اللي انتوا بتلعبوها دي؟ سناء لو سمحتي سيبيني اربي بنتي بالطريقه اللي انا شايف انها صح، ما تتدخليش يا سناء. خلاص يا عم انت حر. ماما لو سمحتي اعملي لي شاي معاكي. حاضر. عادل اعمل لك شاي مع اختك؟ لا يا ماما انا عايز قهوه. ولا اقول لك هعمل انا القهوه بنفسي، عارفه لان القهوه دي بتتعمل بطريقه معينه يعني. والواجب بتاعك يا عادل؟ ما انا هعمل القهوه وبعدين اقعد اعمل الواجب، اصلا لازم اركز وانا بعمل القهوه يعني. يا حبيبي روح انت ذاكر وانا هعمل لك القهوه. ماما اصل القهوه دي فن يا ماما، مش اي حد بيعرف يعملها. الواجب بتاعك يا عادل. حاضر حاضر حاضر. هبتدي بايه بقى؟ ساينس؟ لا سوشيال ستاديز. انا هبتدي بالعربي بقى يعني على اساس ان هو ملعبي ان انا شاعر وكده يعني. هبتدي بالعربي. سعيد افتح الباب سعيد انه ساعي البريد. سناء هو عرف منين ان ساعي البريد هو اللي بره، ولا ساعي البريد بيبقى له خبطه معينه؟ قلب الام يا عادل بيحس بكل حاجه. يعني دي قصيده من وجهه نظر الام. لا كده الواحد هيبقى له رؤيه مختلفه بقى. العم زاهر صياد ماهر يرمي الشبكه في الماء وجر الشبكه شبكتي الشبكه الشبكات. الشاي والقهوه يا عادل. تعبناك يا ماما والله. تعبك راحه يا حبيبي.
المهم ان انت تنجح في الثانويه العامه. المجانين في العين. يا ماما بعد اذنك، يا ماما بعد اذنك، يعني يا ماما سيبيني بس اربي بنتي بالطريقه اللي انا عايزها بعد اذنك. هو انا قلت حاجه؟ بس ما حدش عارف مين بيربي مين. لا انا مش عايز اشرب قهوه، مش معقوله اشرب قهوه على معده فاضيه كده. انا عايز اكل الاول وبعدين اشرب القهوه، اصلا ما بعرفش اركز خالص وانا جعان يعني. حجه البليد مسح السبوره. بقولك يا سناء، ايه رايك تاكلي حاجه حلوه نبعت نجيب حاجه حلوه، ولا ايه رايك نعمل هنا حاجه حلوه، نعمل كيكه اسفنجيه مثلا؟ ودي ان شاء الله اللي هتمسح بيها السبوره. تعرفي انت بس مقادير الكيكه الاسفنجيه ولا اسال رانيا؟ اسال رانيا، اسال رانيا. رانيا يا رانيا، رانيا ادي دقني اهو، لو خلصت الواجب بتاعك في ليلتك دي. بنلخبط في شغله. طب خلاص باي باي بقى عشان عايزه. باي 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 باي. تعالى هنا. ايه هتضربي صح؟ هتضربي هتضربي. لك 100 مره ما تحطش التمثال على الرف ده. طب امال احطه فين بس يا ست الكل؟ حطه هنا جنب اخواته. ايوه بس دولت من ام تانية. بقول لك ايه، ما تقوحش معايا، خليك طريف ولطيف عشان تخلص شغلك بدري عشان تروح. لا انت يلا. لا انت بتضحكي عليا، شكلك بتضحكي عليا. بصي بقى ست الكل، احنا دلوقتي بقى ميعاد الغدا وانا على لحم بطن من الصبح. طب ايه رايك بقى؟ مفيش ولا اكل ولا راحه غير لما تخلص الشغل اللي عليك وترتب الرفوف زي ما انا عايزه. بس يلا. حاضر حاضر. انت وابوكي كده عليا كده على طول. يلا ماشي اهو بقى. صباح الخير. صباح الفل. كنت عاوز اسال حضرتك كل حاجه موجوده هنا عندنا في البازار، يعني حضرتك فرعوني موجود، اسلامي موجود، تحنيطي موجود، حتى لو حضرتك عايز علبه سجاير ممكن اروح اجيب لك واجي. ممكن رمزي تعالى تعالى هنا. واحنا بنشحت من الراجل المفروض تسمعه وتركز معاه، تسمعه بعد كده ايه تشوف هو عاوز ايه وتروح تجيبها له. صح عندك حق، يعني دلوقتي اروح اسمع منه وبعدين. روح انت رتب الرفوف وانا هسمع. حضرتك عايز ايه؟ يا ريت اكلم حد كبير. ايه اللي يعني هو حضرتك هتحبها؟ هي إيه حضرتك ست الكل دي يعني هي اكبر حد هنا عندنا. يا رمزي ماشي انا اسف. انا هنا اللي ماسكه الشغل بدل بابا. حضرتك عايز ايه؟ انا كنت عايز اشتري هديه لمراتي يكون ليها شكل اثري. حاضر. عندنا العلبة دي ممكن تحط فيها الذهب بتاعها. ماما عندها واحدة زيها. هي بصراحة حلوة. ما هي أكيد حضرتك حلوة. هو يعني هل في رأي بعد رأي ست الكل؟ اللي حضرتك بتدولك خده وانت مغلط. أكل رمزي. إيه نعم. روح أنت. وإيه رأيك بقى؟ مفيش أكل النهار. تعال هنا تعال هنا. نعم. انت كنت بتقول ايه؟ ما اقول. لا انت كنت بتقول حاجه. كنت بتقول حاجه. اه بس بقى واقف لبخني مش عارفه اشتغل منك. ما انا بشوف بقى العجينه ناقصه سكر ولا حاجه يعني. خلاص مش دقتها؟ دقتها. ايوه بس انا اصلي بحب طعم العجينه دي قوي. بقول لك ايه، تحب تاكلها كده اعملها لك ساندوتش؟ لا بعد كده اخش الفرن يعني. لا مش معقوله طبعا. عادل بقول لك ايه، انت مش وراك واجب؟ اجي نروح اعمله يلا. ايه بس انا خلصت معظمه يعني، انا خلصت الرسم ولونت كله الحمد لله، فاضل شويه واجب بسيط يعني. بقول لك حاجه، انت يا حلوه يا قمر يا بيضه، لو خلصت الواجب كله النهارده هديك حته كيكه شوكولاته قد كده. انت بتعامليني زي ما اكون عيل صغير، فاضل بقى تقولي لي لو ما خلصتش الواجب مش هتلعب مع العيال في الشارع. عادل مش انت اللي اخترت؟ خليك قد كلمتك، روح خلص الواجب بتاعك يلا. ايوه انا قد كلمتي، انا وعدتها ولازم ابقى قد كلمتي. تعالى تعالى يا سواجب. ايه اصعب حاجه فيك؟ يا سلام الساينس ده سهل جدا. الله يخرب بيت عقلك يا سمعه. ايه ده، هو انت بتتفرجي على فيلم ايه ده يا سناء؟ اسماعيل ياسين في الطيران. الله، ده انا كان من زمان نفسي اشوفه بس ما لحقتوش السينما. ايه بقى اللي موقفك هنا يا ابو واجب انت؟ لا ما انا الواجب ده سهل يعني، انا هشوف الفيلم. اصل ده حته فيلم. عارف انا الفيلم ده شفته كتير.
مذاكرة ايه اللي قدام التلفزيون دي يا عاد؟ عادي يعني، ما انا بركز اصلا، عايز ادخل اعلام. رشة الاخبار جات تطفي بقى لغاية ما الفيلم يجي. انت طفيتي ليه؟ ما انا بضحك في نشرة الاخبار. ماشي عادي، نشرة الاخبار هطفي اريح التلفزيون شوية وبعدين اشغل تاني كل الفيلم جه. طب افرض التلفزيون مثلا ده وهو مقفول كده الفيلم جه واحنا ما عرفناش. لا ما تخافش، انا مركزه قوي في الوقت، هولعه لما الفيلم يجي تكون انت خلصت الواجب. طيب بس ما تنسيش بس تفتحيه. لا مش هنسى، بس خلص الواجب. حاضر. هي النشره بتخلص على طول يعني؟ ايوه. لا مش عايز اذاكر حساب، انا هذاكر بقى حاجه تانية. ايوه الانجليزي، انا بحب الانجليزي قوي صراحه يعني، كنت متميز فيه لما كنت صغير. اوزير 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 يعني ايه؟ اذر اذر اذر، اللي هم الاخرون يعني. رانيا يا رانيا، مش معقول انا مش لاقيه ولا بنسة من بنس الشعر بتاعتي. يا مامي ارحميني، انت مش شايفاني مشغوله وبعمل الكيكه السفنجه؟ هتلاقي في اي درج عندك من الدراج. ما تعطلهاش يا مجيده، بتعمل لنا سفنجه عشان نمسح بيها الارض. كملي طبيخ يا حبيبتي، ما تخليش حد يعطل. بنس ايه اللي انت عايزاها دي يا حماتي؟ البنس بتاعت الشعر بتاعتي. عارفه في واحد اللي هو تحت البيت ده اللي هو بتاع بوتيك رشا، الراجل صاحب البوتيك ده صاحبي، عنده بنس بقى كل الالوان، عنده احمر واصفر والاخضر، ده مش موجود في السوق بس عنده، وعنده كمان بنس اللي هي على شكل توكه، وفي عنده كمان اللي هي ايه توكه بقى على شكل خوذه كبيره كده، هو بيبقى فيها نور عشان لو النور مقطوع مثلا ولا حاجه وانت خارجه رايحه اي حته مثلا فما تتخبطيش في الحيطه. طب ممكن من فضلك تبقى تجيب لي من التوك دي لو سمحت يعني، وانا هبقى حاسبك بعدين. عينيا هجيبها لك دلوقتي فريره. ما تنزلش يا عادل. مجيده البنس بتاعتك انا مخبيهم في اوضتي تحت المخده بتاعت السرير. بصي يا اولاد، وانت ارجع تاني على كرسيك، خلص الواجب بتاعك. يا سناء انت حاطه مضرب البيت فين؟ هتلاقيه عندك في الدرج. انا عارف مكانه. عارفه فين؟ هتلاقيه في رابع درج اللي هو على الشمال جنب اللي هو العصاره بتاعت الليمون. اجيبه لك؟ لا لا متشكره، انا عرفت مكانه. اتفضل روح خلص الواجب بتاعك. انبط بقى انبط بقى وارجع على الكرسي بتاعك، خلص الواجب بتاعك في ليلتك دي. بنتك لو جات ولقيتك ما عملتش الواجب هيبقى شكلك وحش. اللي كل شويه خلص الواجب خلص الواجب. الواجب ده العلم سهل جدا، انا ممكن اخلصه بصباع رجلي. هو رخم بس شويه، بس هو سهل يعني. بس ايه ده؟ ياسمين ميعادها، هروح اجيبها. ما تنزلش يا عادل. يعني ايه اسيب بنتي ضنايا في البازار تبوظ البازار؟ يا عادل عادل لو سمحت، وانت نازل تبقى تفوت على الراجل بتاع المحل اللي عنده التوك الفراشات دي وهات لي شويه فراش. وانا فاضي لعب العيال بتاعك ده، انا عايز الحق بنتي. ما تنزلش يا عادل، لسه ما خلصتش الواجب. يا مستهتر يا مستهتر. ايه ده؟ ايه يا ياسمين؟ انتوا رصيتوا الحاجات دي امتى امال؟ رتبتهم لك، القصير قدام والطويل ورا. وتعلمتيها ازاي دي؟ في طابور المدرسه، القصير قدام والطويل ورا. طب حلو قوي، امال رمزي فين؟ امال عمل ايه؟ ايوه يا ست الكل حاضر، القصير قدام والطويل ورا، القصير قدام والطويل ورا، القصير قدام والطويل ورا. ايه اللي حصل؟ انت عملت فيه ايه؟ غرست عليه شويه، خليته يشتغل لاول مره في حياته. ايوه بس يعني هو شكله مش طبيعي شويه، بس برافو عليكوا يعني. عايزه تقنعيني ان هو اللي رص كل الحاجات دي في يوم واحد؟ يعني هو انكل رمزي كان محتاج حد يضغط عليه شويه ويعلمه شغله ويفهمه يعني، وانا كنت العقل وهو محتاج عقل. لا هو محتاج عقل من زمان انا عارف طبعا، بس كويس ان انت عملت معاه كده بعلمك. انا بعمل معاه طول الوقت كده يعني، في بازارات كتير كان عايزينه يحترف عندهم بس انا رفضت واتمسكت بيه. بابا انت عملت الواجب؟ ايه دولة في ايه؟ الله، هو الدبدوب ده مطلع قلبه كده ليه لبره؟
عنده القلب يا سيدي عيان، هي ناقصاك انت كمان. ايه بس يا دولا، ايه اللي مضايقك؟ احكي لي انت، لو ما اشتكيتش لابن عمك حبيبك يعني هتشتكي لمين؟ اولا انا ما احبش حاجه تحصل في البيت ما كنش فاهمها. على فكره بقى يا دولا، انت الحته دي بقى بالذات وارثها من انا. سيبك منك خالص. ثانيا دي سمعه بيت، يعني ممكن الكلام يتنطور كده ولا كده ويبقى شكلنا وحش قوي في المنطقه. ايه دولا، الحمد لله مفيش نطورة اي كلام، لكن لو انت عايز الكلام يتنطور يعني ربع ساعة، ربع ساعة واخلي سمعتكم على كل لسان. بس يلا، كل لسان ايه دلوقتي؟ انا عايز اعرف مين اللي بعت الدبدوب ده. تاني حاجة عايز اعرفها، يا ترى اللي اتبعت لها الدبدوب هي عارفة اللي بعته ولا لا؟ تالت حاجة، هل اللي بعت الدبدوب ده اختار الميعاد ده قاصد ولا لا؟ رابع حاجه، لماذا اختار هذا الاسلوب في التعبير عن مشاعره التي هي من الواضح انها متشعلله في اتجاه واحده عندكم في المنزل؟ يا حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقال، ايه الحلاوه دي؟ يا ابن عمك مشرفه. تعال اقعد يا، تعال اقعد، والله ممكن تفيدني وانت مش قاصد يخرب بيتك. هقول لك دولا، الموضوع ده ملهوش الا حل واحد. اوعى تقول لي نقرر الدبدوب، انا عارف دماغك. يا الدبدوب ايه بس اللي نقرره يا دولا؟ الدبدوب ده لعبة. صح، انا اسف، انا غبي، انا غبي. بص يا دولا، هو حل واحد من ثلاث حلول. اذا انت هتقول لي ثلاث حلول؟ لا يا اخي، هو حل واحد بس جواه يعني ثلاث حلول. ايه الحل ابو ثلاثة ده؟ انا عمري ما سمعت عن حل ابو ثلاثة. اتفضل قول. اسمع مني، لما بيبقى في مثلا واحد بيبقى مسروق منه فلوس في محل مثلا، وبيبقى شاكك في واحد معين، بيعمل ايه؟ بيقوم حاطط له فلوس كده قدامه ويشوف يا هل يعني هياخدهم ولا لا. يا هل هياخدهم ولا لا؟ بس اكيد مش هياخدهم، دي فكره قديمه قوي يا رمزي، مفيش حرامي غبي بالشكل ده. عندك مثلا انا لما خنصرت منك 150 جنيه وكنت هتتجنن يا عيني علشان تعرف مين اللي واخدهم، بس كنت شاكك فيا، قمت انت جاي تاني يوم وحطيت لي 20 جنيه، قال ايه؟ علشان اخدهم ولا لا يعني. ايوه فاكر، وانا ما خدتهمش. ايوه طبعا، لانك انت كنت هارش ان انا عامل فيك الحركه دي. لا، لاني كنت لسه ما صرفتش ال 150 جنيه بتوع امبارح. يا زكي. ايوه دول فاكر. فاكر طبعا. طب انت عايز نعمل ايه يعني؟ احط للدبدوب 20 جنيه ونشوف هيسرقهم ولا لا؟ 20 جنيه بس اللي يتحطوا للدبدوب؟ الدبدوب ده لعبه. غبي تاني، انا برضه غبي تاني. افهمني عادي، ما هسامحك. افهمني انت يا سيدي، تحط الدبدوب ده قدامهم وتشوف يا هل يعني مين فيهم هتاخده. يا هل مين فيهم هتاخده؟ تصدق فكره يالا، ومكافاه ليك مخصوم منك ال 150 جنيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي يا عادل، عرفت الدبدوب يبقى ابن مين؟ لا، عرفت الدبدوب مبعوث لمين. مين 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 مين؟ الدبدوب ده مبعوث لوحدة موجودة هنا في البيت. على فكرة يا عادل، انت ما تعرفش حاجة، انت ابني وانا عارفاك كذاب زفة. لا يا ماما، المرة دي انا عارف كل حاجة. الجواب اللي جه مع الدبدوب بيقول إن اللي بعته أول حاجة لواحدة ست هنا، تاني حاجة اللي بعت الجواب ده واحد راجل، تالت حاجة ودي الأهم، عايز أعرف الجواب ده والدبدوب مبعوتين لمين، ومين هو الراجل اللي بعته. ما تزعليش مني يا مجيدة يا أختي، الدبدوب ده جاي لبنتك نجلاء. يا سلام، وايه اللي ياكد لك بقى كده ان شاء الله؟ دي حاجه واضحه زي الشمس بدون تعليق. عشان هي مراهقه وبعدين بتتفرج على فيديو كليب وما راحتش المدرسه النهارده عشان تستنى الدبدوب، وما فيش داعي بقى فتة اكتر من كده. انا ما روحتش المدرسه النهارده عشان انا تعبان، وبعدين فيها ايه يعني لما اتفرج على الفيديو كليب؟ ما سناها هي كمان بتقعد تتفرج معايا. بصي بقى، شور 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 ان الدبدوب ده جاي للست سناء.
كل شيء جايز. ليه لا؟ انا ليا معجبين كتير، بس المعجب بيا هيجيلي من الباب مش هيبعتلي دباديب. وبما اني مدرسه فاضله فانا بعكس شكل الاخلاق والرزينه والفضيله والاخلاق الرفيعه، وانا شايفه ان اللي بعت الجواب ده حاجه من الاثنين، يا اما مراهق يا اما بيعاني من مراهقه متاخره، وبعته الواحده حاجه من الاثنين، يا اما مراهقه يا اما بتعاني من حاله مراهقه متاخره. ها انا مش بتكلم ده تاني. خلاص انا اسف قلت لك. سيبني اكمل كلامي يا اخي، مش عارفه اعبر عن رايي. اتفضلي. ولو بصينا للجواب ده بما ان انا درس علم نفس، هنلاقي ما بين السطور نفهم من فحواه ان هو مبعوث لواحده في سن الياس. طب وليه ما يكونش حد طالع ونسيه، او حد نازل ونسيه، او حد كان واقف على الباب او معدي ونسيه، او حد نسيه علشان نسيه عادي يعني. او ممكن يكون حد تاني نسيه غير الحد اللي انت قلت عليه نسيه فنسيه يعني. طيب عموما بكره كل شيء هيبان. يلا يا راني. انا عايز اعرف كل حاجه دلوقتي بقى. على فكره بقى عادل بقى، انت بصراحه يعني بتبالغ قوي، يعني بتبالغ قوي. انا ما ببالغش، انا لازم اعرف الدبدوب ده مبعوت لمين في البيت ده عشان انا مش طرطور. ما هو ممكن يعني عادي، يعني ممكن يكون جه بالصدفه. الصدفه ازاي؟ هو بني ادم ده لعبه يا هانم. طيب ممكن يكونوا بيوزعوه هدايا بمناسبة عيد الحب. مين هم اللي بيوزعوه؟ الناس اللي بتوزع. مين هم الناس اللي بتوزع؟ الناس اللي بتشتغل موزعين يا عادل. اللي هم مين؟ هم الصينيين. قصدك مين يعني؟ السفارة الصينية؟ ممكن يكونوا بيوزعوا دعاية لمنتجاتهم. يا سلام، هما الصينيين محتاجين دعاية؟ مش محتاجين أي دعاية. عموما أنا هحط الدبدوب ده في الصالة وأشوف اللي هتاخده تبقى هي اللي مشاركة في الجريمة. نمت ولا ايه؟ ايه ده؟ يا ماما طردتك بره الاوضه؟ الدبدوب؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ هو فقس؟ لا دي مامت الدبدوب، جيت عشان تسال عليه. جت تسال عليه؟ قلب الام بقى وجت بنفس الطريقه برضو؟ هي كمان رنت الجرس، اما فتحت الباب لقيتها واقفه. لقيتيها واقفه وجايه بنفسها يعني. انت ما تعرفش. ما اعرفش ايه؟ ايه؟ اصل اللعب لما احنا بننام هي بتقعد تتحرك وتمشي وتاكل وتشرب وتلعب مستيكه وتلعب استغماية مع الدباديب التانية وتروح تزور جيرانها ومش عارفه. إيه انت بتسرحي بيا؟ جرايه يا سيدي، لعب ايه بتتحرك؟ اهو بس
بعد كده بعد ايه لما احنا بنصحى هي بتقف ثابته كده. لا معقوله يعني؟ معقوله يا ياسمين اللعبه هتقعد تتحرك ولما نبص لها تفضل ثابته والبلد كلها عارفه وانا الوحيد اللي مش عارف؟ اسرحي بيا. يلا بيا. يا سلام. يلا ياسمين. اوعى اوعى كده. يلا انا خلاص كل خيوط الجريمه بقت في ايدي. الجواب الثاني اللي جه ده وضح لي حاجات كتيره جدا ما كانتش باينه في الجواب الاولاني، وعرفت مين هو اللي جاي له الدبدوب الثاني. مين يا عادل؟ نفس اللي جاي له الدبدوب الاولاني. وعرفت كمان مين اللي بعته. يوه مين يا عادل؟ نفس اللي بعت الدبدوب الاولاني. ايه المعلومات الفظيعه الجديده اللي انت اضفتها دي يا عادل؟ ما كل ده معروف يا ابني. ما هو معروف عشان انا اللي قلته دلوقتي حالا قدامكم، لكن انتوا لو ما كنتش قلتلكوا ما كنتوش هتعرفوا. طب ما تقرا لنا بقى الجواب علشان نعرف مين بدل الالغاز اللي انت عمال تقولها. حاضر، الجواب هيتقري هيتقري. حبيبي يا صغير يا وحشني. يا صغير طبعا عرفنا هنستثني مين. يا خساره يا دي الحظ، ناس ما عندهاش نظر. حبيبي يا ابو عيون عسليه. خساره عمية زرقاء دي هحاسبك عليها بعدين اصبري. حبيبي يا ابو عيون عسليه كلك رقه وطيبه وحنيه. فلت الجبان. ما تزود يوم وتطل عليا حبيبي يا ابو عيون عسليه. انا كنت متاكده ان الدباديب دي بتيجي ليا انا، بس بصراحة أنا معرفش مين اللي بيبعتها لأن ذوقه زبالة، وأنا بصراحة ما بعرفش الناس زبالة. بس 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 نجلاء يا حبيبتي، إحنا طبعاً عارفين إن إحنا عيلة واحدة وإحنا أسرة واحدة، ولازم تفتحي لي قلبك لإما هفتح لك دماغي. والله العظيم ما أعرفه. أنا مش مصدقك يا نجلاء. الله، ويعني هي هتكذب ليه؟ البنت ما بتكذبش لأنها طلعاني، وما بكذبش أبداً. على فكرة بقى الدباديب دي بتيجي لياسمين لان انا شفت الواد حماده كان عمال بيحوم حوالين البيت من يومين. بس 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 ياسمين يا حبيبتي، انا عايزك تفتحي لي قلبك وتقولي لي ايه اللي حصل بالظبط. الواد حماده كلمني من يومين وقال لي ان هو في شرم. يا كذابه. انا بقى عارفه مين اللي بيجي له الدباديب دي. مين يا ياسمين؟ نجلاء. وانت عرفت منين؟ عشان بتفتري عليا دلوقتي. بس بقى يا عادل، بيجي لها الدباديب من حد ما تعرفوش. كبر بقى. انا اللي هفتح، انا اللي هفتح. بابا الدبدوب جه وهو كمان رن الجرس. دول عايزين لهم اوضه لوحديهم. استنوا استنوا، الخيوط بتاعت الجريمة ابتدت تكتمل يا جماعة. تاني مع الدبدوب. ها اللي بتبعت له الدباديب دي هيعترف على نفسه ولا اقرا الجواب ولا ايه؟ يا عم ما تقرا الجواب وتخلصنا في ليلتك دي يا عادل. ماشي انا هقرا الجواب، مع اني كنت مدي فرصة للي بيجيله الدباديب. انا ببعت لك النهاردة عشان اقول لك كل سنة وانت طيب، عشان تعرف ان انا ما نسيتش عيد ميلادك. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه يا حبيبي وماضي البجح كمان. النهارده بقى عيد ميلاد مين؟ مبروك يا بابا، عيد ميلادك النهارده مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. ها هتقولوا عيد ميلاد مين ولا اعرف انا بنفسي؟ ما هي قالت لك بنتك كل سنه وانت طيب ومبروك. ايه ده قصدكوا ايه؟ قصدكم ان الدباديب دي كلها كانت بتيجي عشان انا؟ يلا يا جماعه بقى نسيبهم مع بعض في لحظه هدوء وحب وسعاده. دبروا وزن على خراب عيشه. باي باي بقى يا عدوله، سهره سعيده. ربنا معاك يا رب. الليله مطينه بطين. رانيا حبيبتي اكيد في حاجه غلط، الخيوط بتاعت الجريمه كلها اتلخبطت في بعض. يا حبيبي انت الوحيد اللي عيد ميلادك كان النهارده، يبقى انت اللي كان بيجيلك الدباديب وانت اللي كان بيجيلك الجوابات يا ابو عيون عسليه. صحيح
ايه حكايه يا خساره عينيا زرقاء دي؟ ها ما تغيرش الموضوع. مين اللي بيبعت لك الجوابات؟ والله بجد ما اعرف يا رانيا، والله ما اعرف. طب وريني الجواب. ايه ده؟ هو مكتوب اهو، من فيرجينيا البرازيل، ملحوظه، مرسل مع الجواب صوره ليا عشان ما تنسانيش. يا سلام، مين بقى الست فيرجينيا البرازيل دي يا عادل؟ ايوه افتكرت، دي ست كبيره عندها بتاع 70 سنه يعني، جت مصر كده من 10 سنين وعملت لها سفاري هي ومجموعه من اصدقائها، فست بتشكرني يعني مش اكتر يعني. هبل، اصل انا عايزه اصدق الكلام لهبل ده بجد، اكيد في خيط غلط دخل في وسط الخيط. لا استنى بتعمل ايه هنا؟ انا بتاع التليفونات على فكره. دول بتاع التليفونات على فكره يا دولا، ده ايه الغباء اللي ملوش نهايه ده؟ معلش يا دولا، بص انا بصراحه بقى نسيت احط صوره الست فيرجينيا مع الجوابات اللي انا حطيتها. ايه ده؟ هات الصوره دي، هات الصوره دي. ايه ده؟ دي فيرجينيا؟ ايوه هي دي، دي صورتها من 10 سنين ايام ما كانت هنا في مصر، من 10 سنين دول. هتلاقيها كبرت بقى. سلام عليكم رمزي. نعم. عايزك تسبقني على البازار. انت يا رمزي، انت اللي كنت بتبعت الدباديب والجوابات دي كلها، ده انا كنت هطلق بسببك. هتستهبل يالا، يخرب بيت عقلك، مين اللي خلاك تبعت الدباديب دي؟ ياض ولا هتعمل لي فيها اخرس؟ مين اللي كان بيخليك تبعت الدباديب؟ كل ناحيه واحده يا غبي مره كده. ولا قول لي مين اللي كان بيبعت الدباديب؟ برضه مصر على الانكار. ماشي، عشان ما يبقى لكش حجه، قول لي بقى مين اللي كان بيبعت الدباديب؟ انا شلت لك اللزق، خلاص تعرف تتكلم عادي، اتكلم. عطشان. عطشان دي اول كلمه تنطقها عطشان؟ حاضر يا سيدي. عطشان دولة، ادي الميه اهي، مش هشربك الا لما تقول لي مين اللي كان بيبعت الدباديب. فيرجينيا بتاعت البرازيل يا دولة. فيرجينيا بتاعت البرازيل، وما قلتليش ليه كده من الاول؟ اصل هي كانت موصلي ما اقولكش. وانت رحت سامع الوصيه. حلوه قوي. الجوابات اللي كانت بتيجي مع الدباديب كانت مكتوبه بالعربي، اكيد مش فيرجينيا هي اللي كاتباها. مين اللي كتب الجوابات؟ انا يا دولة. يعني مش هتقولي مين اللي كتب الجوابات؟ انا يا دولة. وسر برضه على الانكار، مين اللي كتب الجوابات؟ انا. غبي برضه مصر، برضه مصر. انت مش هتشرب، هسيبك هنا اهو كده، اهو مربوط في الشجره لغايه اما تموت. مين اللي كتب الجوابات؟ معرفش. ما تقول كده من الاول، مين اللي ما كتبها؟ معرفش. ثلاثة معرفش، يعني انت اللي كتبت الجوابات. مين؟ مش عارف.